السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، أتمنى أنكم تكونوا مزيان، وأتمنى أنكم ترحمونا على الوالدين، وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه بيجو 207 بحالها بحال 206، غادي نديروا لها بروغراماسيون البابيون. الإخوان، بالنسبة للبروغراماسيون البابيون كيخص الموتور يكون بارد، تكون تقريبا تحت من 30 دوغري. عاد تقدر تدوز لكم هذه الأوبيراسيون، هذه غادي نبداو. بالنسبة اللي ما كانت ما عندهاش داك الرالانتي اوتوماتيك، يعني ان فوا ديماري يطلع الريجيم شوية مع هي باردة وعاد يهبط شوية. اللي ما عندوش هاد الشيء ولا عنده شوية ديال الديراطاج، راه بابيون بعض المرات كيخصو لا بروغراماسيون، وان شاء الله كيتيسر. كنشعلو كونتاك، نجي واحد بارتيكولاريتي، ندخلو هاد بياس دو روشونج، بواتي بابيون موتوريزي. المهم ما تكونش فايتة 30، تكون قل منها، تكون كليماتيزور، ما تخدموش كليماتيزور، ما تخدموش حتى شي حاجة اللي غادي تكونسومي ليكم الكورون الكتريك. صافي، كتبرونشيو الدياغنوستيك ديالكم والمسائل ديالكم. اوكي، هنا كيقول لك خصك تمسح، هنا كيقول لك خصك تمسح الدي تي سي ديالك، يعني دوك الديفوات خصهم يتمسحوا. الا كانوا الديفوات راه غيمسحهم هو دابا. صافي، يعني هنا كيقول لك كوبي، ديجا كيقول لك كوبي لو كونتاكت وشعلو، ولكن داكشي غادي تمسح هاي تمسح. هنا كيقول لك كوبي لو كونتاك، يعني كوبي تسكت، يعني غطفي الكونتاك، غطفي الكونتاك وغتخليه لواحد 3 ديال الدقائق. هنا غنطفي الكونتاك، نديرو اوكي، ونخلي واحد 3 ديال الدقائق على ما تدوز ونرجع لكم. يعني هنا كيقول لك 3 ديال الدقائق، ما تكسيري، ما دير حتى شي حاجه. هنا راه قربات سالي، وفي المرحله التاليه كيقول لك شعليا كونتاك واحد 15 سكوند. ومن بعد تديماري الطوموبيل، ومن بعد تديماري الطوموبيل انا نخليوها بعدا واحد 15 سكوند هكا، ومن بعد تديماري الطوموبيل تتخليها حتى تخدم الفونتيلاتور، كتخليها امارش، ما تكسيري، ما حتى شي حاجه، حتى تخدم، يعني حتى تدورنا الفونتيلاتور. راه هاد لي كونديسيون راه قالوها لنا في الاول، غير نسيت ما قلتهاش لكم. المهم، فاش كديماري الطوموبيل ديالك، او ما كيما شفتو كيقول لك تغني لو موتور، خليه غير في الرولانتي، وحتى تخدم لك لا ما تكسيري، ما حتى شي حاجه، حتى تخدم لك الفونتيلاتور. هنا عندي ماريو، هنا عندي ماريو، غادي نخليه يدور حتى تخدم لنا الفونتيلاتور. يعني الاوبيراسيون راه دازت مزيان، غير هو خليوها حتى تسالي، يعني حتى تدور لكم الفونتيلاتور، طلع الحراره فوق 90 شويه، ديك الساعه امور ميسره.
ومن الاحسن من الاحسن الاخوان من الاحسن دير اوكي هنايا، من الاحسن انك تكون داير الباتري خور السكر باتري سكر هكا من هادشي يكون عجبكم والله يسخر ليكم.